الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا أمير القضاء كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. يا أمير القضاء كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأبو البيض والقنا رب ولد قد عصت والدا كريما هماما. إن دهرا أخنى عليك لدغر، إن دهرا أخنى عليك لدغر، عيرته الدهور عاما فعاما. أبو عبد الله، يا أمير القضاء كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأبو البيض والقنا رب ولد قد عصت والدا كريما هماما. إن دهرا أخنى عليك لدهر، أبا عبد الله، عيرته الدهور عاما فعاما. لست أنسى كرائم الوحي أضحت، لست أنسى كرائم الوحي أضحت، حائرات لما فقدنا الكرام. يا يرز من الماسي تقاسي في قلوب أذكت به النوام. نظر أحلنا فقدهن حسينا وبني غالب هماما هماما هماما. وإذا حنا في السبايا يتيم، شي يصير وإذا حن في السبايا يتيم. جاوبته أرامل ويتامى، وإذا حن في السبايا يتيم. جاوبته أرامل ويتامى. وأمين الإله في الأرض بعد السبط أضحى مقيدا مستضاما. زين العابدين. وأمين الإله في الأرض بعد السبط أضحى مقيدا مستضاما. قيدوه من حلمه بقيود، شو يقول هذا الشاعر؟ قيدوه من حلمه بقيود، رب حلم يقيد الضرغام. صدق يا بني خير والد يا آل محمد، يا بني خير والد، ليت عينا ما بكتكم تشهدت لن تنام. يا بني خير والد، ليت عينا ما بكتكم تزادت لن تناما لن تناما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بودي أن أشير في هذه الليالي إلى عنوان مهم من العناوين اللي أولاه القرآن أهمية خاصة، وهذا العنوان له ارتباط بالمناسبات اللي احنا مقبلون عليها في الواقع، مناسبة إمامنا الحسن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا له ارتباط بأصحاب هذه المناسبات من هنا وهناك، يعني من قريب وبعيد، له ارتباط بأصحاب هذه المناسبات من قريب أو بعيد. ولهذا أود أن أسلط عليه ضوءا قرآنيا
العنوان اللي أريد تناوله في هذه الليالي هو عنوان الصحبة في ثقافة القرآن الكريم. وكما قلت أكرر، هذا العنوان إلى ارتباط بأصحاب المناسبات المقبلة علينا في الواقع. والقرآن تناوله هذا العنوان، عنوان الصحبة، عبر محورين في الواقع. سأبدأ بالمحور الأول هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ونصل إلى المحور الثاني بالليالي الآتية، ويرتبط الكلام فيما بعد بإمامنا الحسن، ولعله من الليلة يرتبط الكلام بإمامنا الحسن عليه السلام، اللي إحنا على أبواب مناسبة ولادته سلام الله عليه، والإمام أمير المؤمنين. وهكذا الصحبة أيها الأحبة في ثقافة باللغة العربية، هسه قبل الثقافة القرآنية، الصحبة في لغة العرب في الواقع معروفة وواضحة عند الإخوة بشكل عام، يعني الرفقة أو الرفاقة. الصحبة في لغة العرب هي الرفقة أو الرفاقة، العرب يعبرون عنها صحبة. القرآن استعمل هذه المادة في محورين. المحور الأول اللي القرآن استعمل به هذه المادة في الواقع في الأسماء، والمحور الثاني في الأفعال. أما في الأسماء فعلى ذلك آيات، وهكذا في الأفعال أكو آيات، وكل آية من هذه الآيات نقدر نستفيد منها استفادات عدة، وسنأتي على كل هذه الأمور تباعا إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا. من أهم آيات المحور الأول الواردة في هذا الجانب قوله تعالى في مسألة بر الوالدين، وآيات ذلك معروفة ومشهورة عندكم. وطبعا هسه من باب الشيء بالشيء يذكر، هسه هذا ما له ربط بالصحبة، ولكن بما أن الآية الأولى بها هذا اللفظ أو هذا العنوان باشتقاق من اشتقاقاته بآية من آيات بر الوالدين، الآن أتذكر فالشيء أقوله من باب الشيء بالشيء يذكر، وبعدين أرجع للمحور الأول أم أسولف به. يظهر بر الوالدين في القرآن الكريم مرة على نحو الأقوال ذكره القرآن الكريم، وأخرى على نحو الأفعال هم ذكره القرآن الكريم، على نحو الأقوال والأفعال. أما على نحو الأقوال فلا تقل لهما أف مثلا، هذه الآية هم محفوظة ومشهورة ومذكورة كثيرا، والمؤمنون عادة يحفظوها، لا تقل لهما أف، هذا بر على نحو الأقوال كما هو واضح. أو مثلا قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، إذا كان المقصود بالشكر طبعا اللساني، وتدرون الشكر هم يقسموه علماء الأخلاق جوارحي وجوانحي وقلبي وما أعرف شنو إلى آخره. هسه بالنتيجة يشمل الشكر اللساني لو ما يشمل، يشمل خوف، فيكون هنا البر الشكر للوالدين بر بالأقوال في الواقع. وهناك بر بالأفعال أيضا ذكره القرآن الكريم، على سبيل المثال من الآيات اللي تحضرني في هذا الجانب اخفض لهما جناح الذل، هذا بالنتيجة يشير إلى سلوكية، سلوكية يعني فعل في الواقع، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا فعل يعني تعاملك بفعلك بتعاملك مع أبويك المفروض يكون بهالشكل هذا، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة بهالشكل هذا. الخلاصة، وهناك آيات أخرى في هذا الجانب، إحنا الآن مو بصدد بر الوالدين حتى نسولف بكل تفاصيل هذا الأمر، هذا من باب شيء بالشيء يذكر، وإلا كلامي في شيء آخر. المحور الأول من محاور الصحبة في ثقافة القرآن الكريم على نحو الأسماء قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة، يعبر القرآن الكريم. وبالنتيجة اشتقاق من اشتقاقات هذه المادة وارد في هذه الآية اللي هي في مجال بر الوالدين. طبعا هسه هنا هم اكو شيء اخر ما ادري اقوله في خدمة الاحبة، هم من باب الشيء بالشيء يذكر، بالنتيجة هاي الامور تجي اثناء الكلام، شنو اسوي؟ ما أدري شنو الفرق بين بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين. بالوالدين إحسانا القرآن الكريم يعبر. أنا شفت بعض العلماء يفرق، إحنا نذكر لذكره ومن بعده نقول والله العالم بالنتيجة في الشكل هذا.
بعض العلماء يقول بر الوالدين، عنوان بر الوالدين مقدار الواجب، مقدار شنو؟ الواجب المبين في محله، شنو هو المقدار الواجب؟ وبالنتيجة بيانه في بحث بر الوالدين. أنا بحثي هو مو بر الوالدين، بحثي عنوان الصحبة في ثقافة القرآن الكريم، وهذا راح يجرني للإمام الحسن وأمير المؤمنين، هذا هو. ولكن الآية الأولى المرتبطة بهذا العنوان في المحور الأول هي في أي مجال؟ في مجال بر الوالدين، فأشير إلى بعض هذه الحيثيات أو الأمور تجي ببالي، وإلا هذا مو بحثي. شفت بعض العلماء يقول عنوان بر الوالدين يرتبط بالمقدار الواجب من برهما، أما الإحسان إلى الوالدين اللي ذكر القرآن بالوالدين إحسانا فهو يشير إلى زائد على الواجب بالوالدين إحسانا، المقدار الزائد على الواجب. فالقرآن الكريم يقول اعطوا حقهم الواجب بل خلاص. الآية تقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس هذا فلا تطعهما ما يبرر لك أن شنو؟ أن تأذيهم مثلا إلى آخره، وإنما صاحبهما في الدنيا معروفة، بس بمعصية الله لطيحهم. نانا أكو فتشي مهم نستفيده من الآية. في الآية الأولى من المحور الأول الصحبة في الأسماء كما عبرنا، وإلا بعد أكو عندنا آيات أخرى هم كون نقف عندها ونستفيد منها. أتمنى من الأحبة يلتفتوا لي حتى الأمور تمشي بشكل سليم. أكو فتشي بهاي الآية هواي نقدر ننتفع منه في وضعنا الحالي، حتى الكلام لا يبقى بس تنظير عن لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أكو بها إشارة كلش مهمة كون نلتفت لها، وهاي الإشارة مو بس بهاي الآية، بآيات أخرى كما الآن راح أجيب مثال آخر بخدمتكم وأستشهد على هاي الفائدة بآية أخرى في مجال آخر أيضا. بس هي شنو هذا الأمر اللي نستفيده من هاي الآية؟ أنه الإنسان كون يعرف حدود كل شيء ويتعامل مع كل شيء بحدوده وبمقداره. يا إخواني والله هاي المسألة مهمة. أكو بعض الناس مضيع البوصلة بهذا الجانب وذاك الجانب، فما يعرف حدود هذا الجانب شنو يكون يعرفها، ولا يعرف حدود ذاك الجانب شنو اللي يعرفها، وهنا شلون يتعامل وهناك شلون يتعامل، وشنو مقدار تعامله هنا وشنو مقدار تعامله هناك. يعني الصورة ضبابية عنده ومو واضحة. هاي الآية تعطينا إشارة مهمة أن كل شيء خلوه بنصابة ضمن نصابة، ولا تتعدون حدوده، ومسطرتكم في كل الحدود الحكم الشرعي ورضا الله وعدم رضاه. وهذه فد مسألة كلش مهمة. ولهذا تشوفون في بعض تراثنا الديني، في بعض تراثنا الديني تشوفون مثلا التاجر، بعض رواياتنا هيك تقول ما مضمونها، التاجر إذا ما يتعلم بعض على الأقل بعض المسائل الشرعية محل الابتلاء في اختصاصه في مجاله في عمله يكون كذا. مثلا الروايات تعطيه في عنوان معين، سمار تجيب العنوان خاف بعض الإخوة يفهمه بشكل خاطئ ويصور شيء آخر، وإلا بعض الروايات تعطيه في عنوان سلبي ما أريد أقوله. يعني إذا ما يتعلم بعض المسائل الشرعية خصوصا محل الابتلاء اللي هي ضمن تخصصه وضمن مجاله وضمن عمله، ليش الروايات تقول كون يتعلم هاي المسائل؟ حتى حدود عمله يعرفها، وين يضع قدمه وين ما يضعها. شوف حتى في مسألة بر الوالدين رب العالمين خلانا شنو؟ حدود. هاي الحدود محكومة بالمسطرة الشرعية. العواطف لها مكان مهم، حتى ديننا الإسلامي يحترم العواطف في مكانها الصحيح وضمن حدودها، ولكن العواطف وغير العواطف والقرابة والنسب وغير ذلك كله يتوقف عند حدود المسطرة الشرعية. ولهذا تشوفون في آية من الآيات الأخرى اللي أنا ما حافظ نصها، ولهذا أشير إلى مضمونها أفضل حتى ما أقع بالخطأ، يعني
مثلا قل إن كان آباؤكم كذا، أبناؤكم، إخوانكم كذا، تجارة، مساكين، ما أعرف شنو، أحب إليكم من الله، آخر الآية يقول فسق، اللي يسوي الشكل فاسق، فاسقون. إذا يقدم حب والديه على حب الله، هو الإسلام من جهة يقول حب والديكم، ولكن هذا مو معناه أن الحب للوالدين يجرئنا على معصية الله تعالى. فكل شيء إلى حد معين، معرفة هذه الحدود مهم جدا حتى الإنسان ينجو في تصرفاته وفي تعامله. ما أدري هسه هذا كلام مهم، شلون أقدر أبينه أكثر ما أعرف، وإلا هذا كلام مهم كلش، لأن ماكو مجال من مجالات حياتنا اللي إحنا ماشيين بيها الآن إلا وإلى حدود. هاي الحدود رسمها الشرع والضابط الشرعية والحكم الشرعي، وكل مؤمن يكون يعرف هاي الضوابط حتى لا ينطي بعض الأمور أكثر من حقها، لو يبخسها حقها ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا إفراط لا تفريط، لا غلو لا تقصير، موازنة بالشكل اللي يريد الشارع المقدس، طبعا أقصد بالشارع اللي يريد رب العالمين، وبين حدوده في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله أئمتنا الأطهار عليهم السلام. هاي فد مسألة كلش مهمة لتفتولها، كل شيء رب العالمين نظمه وخلاه له حدود، هاي الحدود كون نعرفها. شوف هسه الآن في مجال بر الوالدين رب العالمين خلى حدود، تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، من جانب صاحبهما في الدنيا معروفا، من جانب آخر وازن الأمور، لا يصير إفراط لا يصير تفريط، تعدي على الحكم الشرعي لا يصير، المصدر الحكم الشرعي. ولهذا ألفت نظركم الحكي، أنا أشعر هنا أنا مهم بعد، ما أدري الإخوة يوافقون الرأي بأهميته ما يوافقون الرأي ما أعرف، بس كلش مهم، وهذا الكلام يشمل كل شيء في حياتنا، ولهذا أقول مهم كل شيء بحياتنا كون نأطره بالضابط الشرعية، كل حركة كل سكنة كون تؤطر بالضابط الشرعية، مو هو أنفسنا، الضابط الشرعي. طبعا هذا الكلام بالنسبة للمتدينين الحقيقيين، أما هذا الإنسان المتدين الدعائي لو غير متدين هذا الكلام أصلا لا يم ولا ويا ولا يفيد ولا ينفع، يقول أصلا أنا وهذا الشرع أنا كل ما أؤمن به حتى يقول ضابط الشرعي. أنا أتكلم هنا مع المتدين واليؤمن بأحقية القرآن النبي آل الإسلام، هذا الكلام هو يهم. ولهذا هنا شوف ألفت نظركم قبل لا أجيب مصداق ثاني، القرآن هم يبين بهاي العلاقة والحدود، مو بس بر الوالدين، في كل شيء ومجال آخر كما الآن راح أجيب مثال آخر خدمتكم، بس قبل لا أجيب مثال آخر أأشر إشارة حتى نعرف أهمية الأمر وارتباطه بكل شيء. ذول اللي إجوا للإمام الحسن من بعد ما صالح واعترضوا على الإمام الحسن، اعترضوا على الإمام الحسن لأجل شنو؟ لأجل يقاتلون، يعني هم رادوا شنو؟ رادوا شنو؟ رادوا يقاتلون حرب، والإمام الحسن هادن يصالح، فلما صالح هم شنو؟ اعترضوا على الإمام الحسن لأجل القتال والحرب في الواقع. ذول لو كانت هاي الصورة واضحة عندهم أن كل شيء له حدود وكل شيء له ضوابط وكل شيء محكوم بالضابط الشرعية وميزان الربح والخسارة وميزان المهم والأهم، هاي الأمور لو كانت واضحة عندهم لاعترض بعضهم على الإمام الحسن، ها؟ ما اعترض، بس هم نظروا من جانب واحد وتركوا جانب آخر، فوقعوا بعضهم، أقصد بعضهم وقع بين إفراط وتفريط. ولهذا تشوف بعضهم غدر الإمام الحسن حتى ما يقاتل، وتشوف بعضهم اعترض على الإمام الحسن حتى شنو؟ حتى يقاتل. شوف هسه ايش قد اكو فرق بين هذا الطرف وذاك الطرف، واحد غدر الحسن حتى ما يقاتل، واخر اعترض على الحسن حتى يقاتل، والحسن بين هذا وذاك اخذ الضابط الشرعية ومشى عليها. ولم ينظر لا إلى هذا ولا إلى شنو ولا إلى ذاك، شاف الضابط الشرعية شو تقول أمشي عليها بغض النظر عن رضا زيد أو غضب عمر. الشرع شو يقول؟ الدين شو يقول؟ الله شو يريد؟ رضاه وين؟
انا امشي في الطريق هذا. بعد زيد رضى، عمرو اعترض، بعد كل انسان وفهمه، وكل انسان وعمله، وكل انسان وجزائه. والسلام عليكم. ولهذا اقول هذا الكلام كلش مهم، كلش مهم. اجيب مثال اخر، شلون الضابطه الشرعيه هي المقدمه في كل شيء عندنا كمتدينين كمؤمنين بالله، انه الاصل هي الضابطه الشرعيه، مو ليعجبنا حتى وان خالف الضابطه الشرعيه. اجيب مثال هسه، المثال الاخر اتمنى احفظ ايته، اتمنى حاولت احفظ الايه، بالنتيجه اذا شفت نفسي مو كلش حافظها ما اقول مضمون الايه ماكو مشكله، واقول لكم انتم رجعوا النص الايه. القرآن لما يتكلم بمجال وصية الميت كذا، فمن خاف من موص جنفا، جنفا بمعنى ميلا عن الحق، وراد هذا اللي شاف الجنف الميل راد يصلح بين الورثة بالحق بالفروض التي ذكرت في محلها اللي يحليها العلماء، وبمقدار الثلث وخارج الثلث. اكو هناك تفاصيل فقهيه، انا ما اريد اسوي البحث الفقهي بعد وادخل تفاصيل فقهيه، واني اتعب وما تتعبون، والاخوه استوهم فاطرين وخاف اصلا ما لهم خلق مثل هذا الحكي، وانا اضوجهم الى اخره. فاقول بالتفاصيل المذكوره في كتب الفقه، القران الكريم في هاي الايه يقول هذا ليصلح الوصيه إذا كان بيها مخالفة للشرع وللضوابط الشرعية، يقول فلا إثم عليه. فالأصل هو رغبة الإنسان الميت حتى بالمعصية، هو الأصل الشريعة، الأصل الشريعة والضابط الشرعية، هذا هو الأصل. ولهذا القرآن يقول فلا إثم عليه إذا يصلح ما أفسده الموصي. يعني واحد يريد يموت، وطبعا هذا خلاف القانون الوضعي، هذا خلاف القانون الوضعي. مولانا أنا قريت في بعض التقارير اللي تنطينا انطباع ومعرفة بالعالم الآخر غير المنضبط بالضابطة الشرعية. اتوقعوا إنسان غني يموت، يريد يموت، يكتب بوصيته أنه هاي أموال اللي هي تتجاوز المليارات أوصي بها أجلكم الله إلى كلبي اللي هو مسميه فلان، هاي أموالي كلها الكلبي أجلكم الله. ما أدري صحيح تلفظ هالألفاظ هذه مو صحيح، ما أدري حافظ على الذوق العام ما حافظ، بس بالنتيجة يعني هو هيك موصل أنه هو أكو عنده فد. إخواني هاي من الباب أكو شوية كلام، جزاكم الله خير، صلوا على محمد وآل محمد، صير هدوء برا زين. فهو مربي له فد حيوان أجلكم الله، يكتب بوصيته هاي أموال المليارات كلها الحيوان ينطوها، القانون الوضعي هم يقول الحيوان. هذا شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ وين الحكمة بهذا التصرف؟ وين العقل؟ وين الكياسة؟ وين الرشد؟ بس هو ليوصل إلى تشريع المثلية بعد تحاسب على هاي بعد، يعني هو ليوصل على تخريب الأسرة والتشجيع على المثلية، وألزم طفل عمره 10 سنين 12 سنة أقول له يعجبك تلبس ملابس نساء يو ملابس رجال، أهلك جابريك على ملابس الرجال يو يعجبك تلبس ملابس نساء، فإذا قال له يعجبني لبس ملابس بنات ويسوي. هو اللي بدأوا يخربون الإنسان بهالشكل هذا وبشكل صريح وواضح ومشرعا ومقنن، وإذا تعترض فأنت اللي تجرم قانونيا. اللي وصل لهاي المرحلة بهذا الجانب بعد تلومه لما هذه الكرة الأرضية ماشية بهذا الاتجاه. ولما نقول للشبابنا مو كل شيء عند الآخرين وردي كما الإعلام يصور، بعض شبابنا يقول انتوا قاعد غشونا وتردونا ننظر للأمور بسوداوية، لا سوداوية ولا هم يحزنون، هو هذا الواقع أمامك مثل ما أنا قاعد أشوفه أنت هم قاعد أشوفه. الآن العالم أصبح قرية، لو ما أصبح والله ما عاد قرية، أصبح غرفة. الآن يصير حدث خلال ثواني الكرة الأرضية كلها سولدي. فبالنتيجة شبابنا الآن هم يرون ما نقوله على المنبر أنه صحيح، مو مسألة على شنو نغشهم أصلا، على شنو نغشهم، على شنو نغشهم، هو هذا الواقع كما هو. واحد يكتب بوصيته أنا عندي أموال وإذا متيت هاي أموالي
تبنون بيها مركز للفساد في المنطقة الفلانية. شلون يعني نطبق وصيته؟ مركز ما أجلكم الله فساد منكر، منكر بناء مركز أو مكان أو مصنع أو ما أعرف شنو المنكر، وهاي يخذوها من تركتي مثلا. شلون يعني أوصى بما فيه معصية لله تعالى. الشرع يقول صلحوا، صلحوا، واللي يصلح هنا ويجيب الوصية بمكانها الصحيح ويخلي الأموال بمكانها الصحيح لا إثم عليه بالتفاصيل والشروط الموجودة في محلها وفي مضانها. حتى لا تقول لي هذا بعد هناك واحد يرجع للعلماء يشوف شنو الفروض الخاليها وإلى آخر، وشنو اللي يرتبط بالثلث، وشنو الخارج عن هذا الجانب، وشنو المقصود بالفساد، وشنو اللي بمعصية. العلماء مبينين تفاصيل، أنا مراجع بعضها، أنتم هم راجعوها وراجعوها وشوفوا التفاصيل هناك. هاي الآية الثانية فلا إثم عليه جنفاً إلى آخره، إيش تعطينا مؤشر؟ أن لابد نخلي كل تحركاتنا، سكناتنا، كل ما نفكر به يمشي ضمن المسطرة الشرعية. الأصل هو الشرع، الأصل هو الحلال والحرام، الأصل هو ما يرضي الله تعالى وما يغضبه، لأن هو فلاحنا كما نعتقد في ذلك، فلاحنا في ذلك كما نعتقد، فلاحنا في ذلك ونجاتنا في ذلك على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. الوضوح هذا. فإذا القضية مو بس بآية بر الوالدين، حتى بوصية الميت. الإسلام يقول الأصل هو المسطرة الشرعية، وبعض الأحيان نخالف وصية الميت إذا خالفت الضابطة الشرعية، لأن هاي بيها فساد، وهاي بيها تفرقة بعض الأحيان، وهاي تسبب مشاكل، ولعله تسبب قتل بين أخوة. فبشروط معينة يصير أكو إصلاح من قبل الحاكم الشرعي من قبل الآخرين. الأصل ضابطة شرعية بغض النظر عن رضا زيد يغضب عمرو، المهم أنا على الصراط المستقيم وقدمي في مكانها الصحيح من خلال الحلال والحرام. هو هذا اللي خلى علي بن أبي طالب بعد شهادة النبي لما ما قاتل اعترضوا، ليش ما قاتلت يا علي بن أبي طالب؟ قالهم أنا أشوف هو فعلي هو الصحيح، هو فيه رضا الله تعالى، هذا اللي سويته أن ما قاتل. بعد كذا سنة قاتل علي بن أبي طالب، قالهم الآن كون قاتل، هناك أكون ما قاتل، هناك أكون أقاتل، أنا أمشي ضمن الضابطة الشرعية. بعد يعجب الناس ما يعجب الناس، يعترضون ما يعترضون، نبين لهم الحكمة، قبلوها قبلوها، ما قبلوها أمر يخصهم. يا أبا محمد الحسن ليش صالحت؟ يقول هو أنا الآن هو واجبي أن هكذا أفعل، المصلحة العامة تقتضي ورضا الله تعالى أن أفعل ما فعل. هسه هذا يعترض، ذاك ما يرضى، هذا يتعجب، ذاك يقول، هذه مشكلته. أنا المهم خليت قدمي في المكان الصحيح، حافظت على المؤمنين وحافظت على المصلحة العامة. أقول هاي هذا فد مؤشر كلش. أنت يا محمد الباقر ليش أنطيت أكثر وجودك للدرس وبث العلم ونشر العلم؟ يقول هو الآن واجبي هالشكل. أنت يا جعفر الصادق تقعد وإلك 100,000 سيف بخراسان، ذاك الدخل عليه الإمام عليه السلام، أكو عنده جوابين معروفين عندكم، وحدة النور ووحدة أيمد أحدكم في جيب أخيه؟ قال لا، قال أنتم بدمائكم أبخل، ولهذا أنا هم ما أقاتل الطاغوت بهتشي صورة، وأنا هم أقعد وأبث درسي وعلمي. و900 شيخ مسجد الكوفة بيوم واحد حدثني جعفر ابن محمد، يعني 900 حلقة درسية كما بيّنت في مجلس آخر، 900 حلقة درسية حدثني جعفر ابن محمد. هسه بعد هذا الخراساني عجبه ما عجبه، أنا المهم خال قدمي في المكان الصحيح اللي هو الضابط الشرعية تأخذني إلى، وأنا الشرع وأنا أمثل الشرع الحقيقي. ومن يمثل الشرع؟ الحسن يمثل الشرع، حسين الباقر، سجاد صادق، أما الأطهار نبينا صلى الله عليه وآله. قبل الحسن وقبل الصادق وقبل الباقر اللي تم الاعتراض عليهم، يا أخي ما أدري هسه شنو أقول، والله ما أعرف واحد شنو يقول شنو يعني يترك. الطريف أهل البيت
الحسن صالح صار اعتراض، الإمام علي ما قاتل صار اعتراض، الإمام علي بعدين قاتل صار اعتراض، قالوا له شلون قاتل المسلمين؟ شلون؟ الإمام الحسين قاتل قالوا له شلون تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ صار اعتراض. الإمام الباقر نشر العلم صار اعتراض، الإمام الصادق بنى هالجامعة العظيمة صار اعتراض، ليش ما تقاتل بني أمية وبني العباس؟ يقاتل اكو اعتراض، يصالح اكو اعتراض، شي يسوي هم اكو اعتراض. نبينا بموضوع الحديبية صالح قام لواحد قال له أنعطي الدنية في ديننا، يعني اعترض، أنعطي الدنية، اعتبر صلح النبي دنية، القرآن اعتبره إنا فتحنا لك فتحا مبينا، القرآن سماه فتحا مبينا، هو يقول له دنية، أنت سويت دنية، هاي دنية نفس الكلمة قيلت للحسن، طأطأت رؤوسنا يا أبا محمد، بعد ما نقدر نشيل رؤوسنا. النبي هم قال هم انا سويته صح، الامام الحسن هم قال كما قال جده صلى الله عليه واله، وانا ماشي بطريقي، يعجبكم ما يعجبكم انا هذا طريقي. طريقي ضابطه شرعيه. اللي يرضي ربي اسويه حتى وان لم ترضى الناس، هاي مشكلتها الناس. نقطه راس صدر. المهم انا على الحق. شوفوا هاي المهم انا على الحق. ومعرفه حدود كل شيء. في سورة المائدة أيها الأحبة أكو آيات متسلسلة، إحنا في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا بأس أن نتأمل ونتدبر القرآن في شهر القرآن. طبعا لعلم الأحبة في تراث المعصومين عليهم السلام كتب السماء نزلت في شهر رمضان، أنا قاري رواية، قاري رواية، كتب السماء نزلت في شهر رمضان، الشهر هذا لخصوصية بنزول الكتب السماوية، الله أعلم بعد حيث يجعل رسالته وينزلهم رسالته، الله أعلم. بآيات بسورة المائدة أكو آيات متسلسلة، كل آية من هاي كم آية الآن راح أقرأ خدمتكم، كم آية، كل آية من هذه الآيات المتسلسلة نأخذ درس. الدرس الأخير بهاي الآيات يرتبط بهاي الاستفادة اللي استفدناها من أول آية بأول محور من محاور البحث، واللي ينفعنا كثيرا بما فعله الحسن يو الحسين يو الباقر يو الصادق يو علي بن أبي طالب يو غير ذلك من الأئمة الأطهار عليهم السلام، أنه أنا لما أعرف صراط المستقيم وأمشي عليه وأكون فيه على الحق، بعد ما يأثر علي زيد يو عمرو باتخاذ شنو قراري أحسنتم. أجيب لكم مثال آخر غير الإمام الحسن وغير الإمام الحسين وغير بقية الأئمة الأطهار عليهم السلام. أبو مسلم الخراساني، منو؟ أبو مسلم الخراساني، إجا الإمامنا الصادق وقعد قبال إمامنا الصادق وقال له يا ابن رسول الله مد إيدك أرد أبايعك. الإمام قال تبايعني على شنو؟ قال له على إقامة دولة آل محمد، شنو تريد بعد؟ بعد الدولة راح أجيب لك إياها، مو أخذوها منكم، لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله بها، أنا هذا الحكم أعطيك إياه أرجع لك إياه، أنت بس مد إيدك خلي بايعك، مد إيدك. الإمام الصادق عليه السلام قال له يا أبا مسلم، قال له نعم، قال له لا أنت من رجالي ولا الزمان زماني، شوف غيري، لا أنت من رجالي، أنا رجالي أهل حلال وحرام، أهل ضابطة شرعية، ما اصطرعتهم، ما اصطرعتهم، ناس منضبطين أصحابي، مو فوضويين، مو أهواء وشهوات ونزوات ورغبات وتصرفات ارتجالية ما مدروسة، لا، احنا أهل البيت علمنا شيعتنا القريبين منا أهل انضباط، ما يتحركون حركة من دون حكم شرعي، هذا صح هذا خطأ، احقن دمك هنا قاتل هناك، تقية هنا قتال هناك، مثلا انضباط. انت مو من هؤلاء، لا انت من رجالي ولا الزمان زماني، ولهذا لا امد ايدي اليك ولا هم يحزنون، شوف غيري، روح بايعك.
طبعا راح شاف غير إمامنا الصادق عليه السلام، راح شاف غير إمامنا الصادق عليه السلام. هسه بعد هذا التصرف يعجب زيد لو يغضب عمرو. الإمام الصادق عليه السلام ماشي على الصراط المستقيم، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليه؟ هو جعفر الصادق وموسى بن جعفر وأمير المؤمنين، صراط مستقيم، والحسن والحسين وإمامنا المهدي، هم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. النعمة الخاصة طبعا، بالنعم الخاصة، أتممت عليكم نعمتي يوم الغدير، يا هذا صراط الذين أنعمت، أتممت عليكم نعمتي، وهي النعمة الخاصة، فهم الصراط المستقيم. أكرر، أكو آيات بسورة المائدة متسلسلة، كل آية من هاي الآيات تعطي درس معين، آخر آية بذن الآيات المتسلسلة يثبت هاي الحقيقة اللي أقولها بخدمتكم، اللي استفدناها من الآية الأولى بالمحور الأول من محاور بحثنا. ما أدري البحث ترتب ما ترتب، أنا كل ساعة أرجع لي أحاول أرتبه حتى ما تصير هوسة، يعني يصير مرتب كل شيء بمكانه. شو تقول الآيات؟ الآية الأولى من الآيات المتسلسلة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. درس هنا أنا. أنه الأكثرية عبر التاريخ مو دائما تكون هي الميزان للحق، الأكثرية والأقلية، يعني مو لما زيد من الناس تكون عنده أكثرية بالمال يو بالأولاد يو بالسلاح يو بالقوة فمعناه هو شنو؟ هو اللي على الحق. ما أدري قصة صاحب الجنتين، شنو قال لصاحبه المؤمن؟ قال له أنا أكثر منك شنو؟ مال، وأكثر منك نفر، أولادي أكثر من أولادك، وأموالي أكثر من أموالك، فجعل الأموال والأولاد معيارا للشنو؟ للأفضلية وللرفعة. القرآن الكريم يقول الأمر مو هالشكل، مو هالشكل، احنا بعض نعطيهم أموال أكثر، أولاد أكثر، نستدرجهم نملي لهم ليزدادوا إثما وبعدين نضربهم، مو هالشكل. الذين طغوا في البلاد فشنو؟ فأكثروا، أكثروا فيها الفساد، أكثروا، عندهم أموال، عندهم أولاد، عندهم نساء، كل شيء عندهم، عندهم سلطة، عندهم قوة، أمور نهي، أكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك. لما أكثروا يعني هم على الحق؟ لا، مو على الحق، مو دائما على الحق، مو صحيح، هذا مو معيار ولا ميزان. الآية هنا تعطي أول درس، أنه الأكثرية بهذا الجانب مو معناه الإنسان شنو؟ على حق. أكو فرق بين طيب وخبيث، وإذا الخبيث صار أكثر من الطيب مو معنى الخبيث هو المرضي عند الله من دون شنو؟ الطيب. هذا في الدرس. طبعا القرآن مرة يتكلم عن خبيث وطيب هالشكل، مرة يتكلم عن شجرة طيبة وشجرة خبيثة مجتثة ما لها قرار، ومرة يتكلم عن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء في سورة إبراهيم الخليل، وهي شجرة إبراهيم طبعا، كلام هنا عن شجرة إبراهيم. الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة يا علي، وهذا ورد في كتب المسلمين جميعا، مو فقط في مصادرنا احنا الشيعة، في مصادر المسلمين، الناس من شجر شتى وأنا وياك من شجرة واحدة، هي شجرة إبراهيم في سورة إبراهيم اللي أصلها ثابت معصومة وفرعها في السماء، إلها ارتباط بالجانب الغيبي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فرعها في السماء يوحى إلي، هاي إشارات كل واحد يلتفتلها، أنا من جهة بشر مثلكم من جهة أخرى يوحى إليكم ويوحى إليكم، فهاي شجرة أصلها ثابت وفرعها وين؟ فستؤتي أكلها، أمتنا قالوا علمها كل حين بإذن ربها، وما يخلو منها زمان ولا يخلو من علمها زمان. أكو خبيث، أكو طيب، أكو شجرة طيبة، أكو شجرة شنو؟ خبيثة، أكو قول طيب، أكو قول خبيث، هدوء إلى الطيب من القول كما يعبر القرآن الكريم، إلى الطيب، أكو قول طيب، أكو قول خبيث، هاي ثنائية الخبيث والطيب في القرآن تحتاج إلى بحث بحد ذاته،
وأطيب الطيبين في القرآن الكريم محمد وآله الطاهرين. إذن هذا الدرس الأول، أكو طيب أكو خبيث، كون نميز بيناتهم. كثرة الخبيث في بعض الأحيان على الطيب مو معنى ذلك أنه الميزان للأكثرية، أنه الصحة والاستقامة للأكثرية، هذا درسهم. فالكثرة ليست دائما هي الميزان. يعني الدرس الثاني، يا أيها الذين، ضمن الآيات المتسلسلة اللي راح توصلنا للكلام قبل شوية كنت أتكلم به وللدرس اللي استفدناه بالآية الأولى بالمحور الأول، بس حرمات نعبر هاي الدروس. أنا أقدر أروح مباشرة نديك الآية، بس إن آيات متسلسلة كل آية بيها درس معين، وخلنا نستفيد من كل بعد إلى أن نصل إلى آيتنا نستفيد من درس. الدرس الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بعض مو كل سؤال كون نلقى له جواب، يعني أصلاً أكو بعض الأسئلة إلها جواب، بس مو بالضرورة إحنا أن نعرف كل شيء. مو بالضرورة إحنا نكون نعرف كل شيء. وبعدين هو حتى الإنسان لما يسأل أيها الإخوة، بعض الأحيان مصلحة الإنسان تقتضي أن يعطى جواب معين أكثر من هذا الجواب يضره. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذا كافي. هذا شنو؟ كافي. بعد في تفاصيل أكثر من هذا لعله أصلا أنت ما تقدر تستوعبه ولا تفهمه، ولعله فهمها هم يخرج الإنسان بعض الأحيان. أكو بعض التعمق بالأمور بدل ما ينفع الإنسان شي يسوي يضر الإنسان. هذا الكلام اللي أقوله لعله بعض الأحبة اللي يسمعونه مو كلش يعني يقبله لو يستسيغه، ولكن بعض المتوغلين في بعض العلوم والمعارف يقول هذا الكلام صحيح. أكو بعض الأمور التعمق الزايد بيها بدل ما يجيب نتيجة إيجابية يجيب نتيجة شنو؟ سلبية. فهالتعمق الزايد ببعض العلوم على شنو؟ على شنو؟ هم كون نعرف حدود، حدود أكو يعني. وبعض العلوم زايد من الناس يعطى فهمها بطريقة، وعمر من الناس يعطى بطريقة أخرى، وهذا اللي استخدموه أئمتنا والأنبياء من قبل أئمتنا، أمرنا أن نكلم الناس على قدر. أقول أسألك بالله، طفل صار الأسبوع جاي للدنيا، تعطي طعام إنسان عمره 40 سنة؟ ها يصير؟ ما يصير. هذا الطفل طعامه خاص، وأبو 40 سنة طعامه آخر يختلف. تجيب طعام هذا تعطيه هذا تسوي كارثة. وأمتنا فلينظر الإنسان إلى طعامه، قالوا إلى علمه، من أين يأخذه؟ هو العلم هم هالشكل، العلم زيد من الناس هل قد مقدار تحمله وفهمه واستيعابه يعطاهم بمقداره، أما الآخر شيء آخر هم يعطى بمقداره. وكما قال القرآن الكريم في آية عظيمة من غرر آيات القرآن في سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. واقعا من غرر الآيات، هذه الآية من روائع آيات القرآن الكريم، وكل آيات القرآن الكريم رائعة، بس هذه الآية من الروائع حقيقة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل ساقية يسيل بيها الماء بشنو؟ بمقدارها. هاي مقدارها هلقد، ذيك مقدارها هلقد. إذا الساقية تعطيها أكثر من مقدارها يفيض الماء، إذا فاض الماء بعض الأحيان تكون نتيجة سلبية، يروح على المزارع يخربها. حكي منطقي لو مو منطقي؟ منطقي منطقي. إنسان يتحمل من العلم درجة تعطيه درجتين، ليش ذاك يتحمل 3 لا تعطيه 4؟ همتنا قالوا لو يعلم أبو ذر موش ما مضمونه، ما في قلب سلمان لقتل سلمان، انطيناه بمقدار أبو ذر، انطيناه بمقدار عمار، انطيناه بمقدار المقداد، انطيناه بمقدار. والسلام، كل واحدة معطيناه بمقدار. ثم ليقضوا تفثهم، قال يزيلوا وسخهم، من آيات الحج. اجا واحد ثاني ذريح ذريح، قال شنو معنى ليقضوا تفثهم؟ قال يلتقوا بإمامهم. قال ذاك يقول يزيلوا وسخهم انت قايل له؟ قال ومن يحتمل ما يحتمله ذريح او ذريح. وانا ذاك جاوبت على قده، انت جاوبتك شنو على قدك. هالشكل هذا
ولهذا القرآن الكريم الآن يعطينا في الدرس آخر، درس ثاني. مو كل شيء هم احنا نكون مثلا، اجي اسال يقول لي شنو مو كل شيء؟ ايش تقصد مو كل شيء؟ انا اقول لك مثلا ايش اقصد مو كل شيء؟ مثال، مثال هسه ما ادري المثال ايش قد مقدار دقته، ما ادري، بس هو مثال يقرب فكرك. أئمتنا قالوا لنا لا تسألون عن ذات الله، لا تسألون عن ذات الله، اسألوا عن مخلوقات الله، فعل الله، أسماء الله، مثلا صفات الله بالمقدار اللي تقدروا له، أما عن ذات الله شنو؟ لا تسألوا. وأن إلى ربك المنتهى، القرآن الكريم يعبر منتهى، إلى الله المنتهى يعني. ومن توصل لذات الله توقف، لأن ذات الله غير محدودة، وأنت كإنسان محدود، والمحدود لا يحيط بالله محدود، فسؤالك مو في محله، ولا تصل به الى نتيجه، ولعله يخرجك عن الجاده، والسلام. سؤال مو محله. اذا وصلت لله فامسكوا، ائمتنا قالوا لنا فامسكوا توقفوا، هاي ذات ما محدوده، وانتم محدودين، مهما بلغتم انتم محدودين. ما اوتيتم من العلم الا شنو؟ الا قليلا. شلون تريد تعرف ذات الله؟ ما اوتيتم من العلم الا قليلا، شلون تعرف؟ خلاص بعد. ولهذا الدرس الثاني، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم شنو تسوكم. هسه أنا كم فرض ذكرت بهاي الآية، أكو فرض ثالث أضيفة، هي الآية الذكرى، الفرض الثالث الآية الذكرى. الآية الدرس الثاني شو تقول تكملتها؟ تقول أكو بعض الأمور بعدها ما مكتب له، فسؤالكم عنها هم ليس في محله، بنتظروها خل تكمل حتى تعرفون شنو معنى هذا الشيء. ولهذا تكملة الآية شو تقول؟ تقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. يعني بعض الأحيان لا تستعجلون، لا تستعجلون، خلوا المسألة تكتمل حلقاتها تصير واضحة عندكم. فإذا صار عدة فروض أيها الإخوة، واحدة مرتبطة بتلقي الإنسان ومقداره، وحدة مرتبطة بعدم تحمل الإنسان فرض آخر موضوع ذات الله وغيره، وحدة مرتبطة بعدم اكتمال حلقات الأمر، فأنت تسأل لما تسأل عنه بعد ما مكتمل ما راح تكون الإجابة كافية بالنسبة إليك. فرض رابع، فرض خامس، هذا درس ثاني. ما أدري قاعد يشوفون حجم العظمة بهاي الآيات، شيء مهول هذا القرآن، مهول. أضرب لكم مثال على هذا التكملة مال الآية، أضرب لكم مثال من روايات الأئمة حتى البحث يصير ثري. أئمتنا سألوهم المهدي ليش يغيب؟ هاي طبعا أئمتنا سألوهم الإمام المهدي بعد ما مولود، ليش يغيب؟ تقولون عنده غيبتين، غيبتان، ليش يغيب؟ أئمتنا مثلا قال يغيب وأشار هكذا يعني من الذبح، أو أشار إلى بطنه ما أعرف يعني كذا، أو مثلا أئمتنا قالوا حتى ما تكون في عنقه بيعة لطاغوت زمانه، هاي من الأسباب أو العلل، أو اشتعبر عبر بس خلصني. أمتنا ما أدري، هوايك وأجوبة، هوايك وأجوبة. أمتنا بعض الأجوبة أنا شايفة بالرواية، تدري الإمام شو يقول؟ الإمام يقول المهدي يغيب لحكمة أبرا ما يظهر تعرفوها. هاي الحكاية هذا مكانها بالقرآن. شوف هاي الحكاية هذا مكانها، هاي الرواية هذا مكانها بالقرآن. ولهذا أنا دائما أقول على المنبر كل شيء قالوا أئمتنا إلى أصل وين؟ بالقرآن. أصل الإمام الصادق كان يقول هاي رواية، رواية تقدر تحاسبني، تقولي مصدر تقدر تحاسبني، كون تحاسبني وتناقشني. في رواية الإمام الصادق يقولهم كل شيء أقوله لكم اسألوني عنه في كتاب الله، كل شيء أقوله لكم، أنتم مضمونه، كل شيء أقوله لكم. يا مصادق قال لهم اسألوني عنه في كتاب الله، قلوا لي هذا وين بالقرآن أجاوبكم. ثم قال كذا، لا خير في القيل والقال إن لم تخن الذاكرة وكثرة السؤال، وماذا شيء ثالث ناسي، وهذه مطالعات قديمة خو، عقلي مو كمبيوتر أنسى يعني. فواحد قام له قال قبل شويه قلت لنا شقول سيره القران، الامام قال صح، قال لي وين بالقران؟ لا خير في كثير كذا من القيل والقال، قال له لا خير في كثير من نجواهم. قيل والقال كثرة السؤال، قال لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم
تسؤكم. ثالثا نسيتها، هم سأل الإمام قال هذا مكانها بالقرآن. شوف الرواية اللي تقول المهدي غاب لحكمة تظهر بعد ظهوره، هذا مكانها بالقرآن. الآية شو تقول؟ تقول أكرر الآية، يا أيها الذين آمنوا، وقت كلش راح، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. شوف التفت التكملة، التفت التكملة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. انتظروا الأمر خلي يكمل، الحكمة راح تتضح. الإمام الحسن عليه السلام صالح، أول ما صالح ثمرات الصلح بعده ما بينت، فقال لولا يا مذل المؤمن، قال لولا نزلت روسنا، قال لولا بعد ما نقدر نمشي بالشارع، قال لولا قال لولا قال لولا. الحسن قالهم الذي فعلته لشيعتي خير لهم مما طلعت عليه الشمس، وراح تكتشفون ذلك. ببرا ما مشى الصلح بعد سنين، واستمر نسل أهل البيت، واستمر نورهم، واستمرت عقيدتهم الصحيحة لتمثل الإسلام الحقيقي، وإحنا اليوم على المذهب الحق، مذهب آل البيت، ببركة تلك الجهود والجهاد. عرفنا الحكمة يوم ما عرفنا، لما اكتمل الأمر وجدت ثمراته، شفنا فعل الإمام في محله عليه السلام. ولولا لحصلت إبادة وانتهى كل شيء. أكو بعض الأمور تحتاج تكمل حتى تبين. نفس عاشوراء، من قتل الحسين، ذول البعيدين عن الحسين كلهم كانوا يقولون عرض نفسه للتهلكة الحسين، وإلا جايب نسوان وأطفال، جايب لك 70 نفر، 18 هاشمي، أمامك 30,000 على أقل تقدير، يزدلف إليه 30,000 كما ورد عن الحسن في الرواية. هو جايب لك 70 و18 قدام 30,000، ما أقول 70,000، خلي ألتزم بالرواية مع الإمام الحسن 30,000. طبعا راح تنقتل يا أبا عبد الله، زي ليش سويت بنفسك؟ في بداية شي قالوا، لما بدت الثمرات تبين مال فتح الحسين عليه السلام، بدت الصورة تتضح. يوم ما تتضح بدت الصورة تتضح أنه سوى الحسين كما قال فتح، والدليل هل يشوفون الآن؟ الشيعة بدوا 4 نفرات بزمن النبي، 4 نفرات، الآن ولله الحمد يتجاوزون مئات الملايين. هذا ما جاي من فراغ، تخطيط واستراتيجية وعمل صحيح، ولهذا هاي الثمرة وهاي النتيجة. هذا درس يوم مو درس، هذا درس، هذا درس ثاني عظيم يظهر بعد ما عندي وقت للدرس الثالث والرابع اللي هو محل شاهد كلام. الدرس الرابع هو أريد أوصل له، أنا هاي كله جبته على الدرس الرابع، بس هذا بعد ما ظل وقت إلى أتركه إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. ضوجت الإخوة الليلة ما ضوجته، يعني بكرة يجون إن شاء الله خير إن شاء الله. أرجو من الله أن يعسكم ويحفظكم ويديمكم. طبعا أنا متجاسر بحضور أهل الفضل، أهل العلم، سادة مشايخ حاضرين، أقلهم علما عملا تلامذة الإمام الصادق. اللي قدموا أئمتنا كبير، صدقوني قدموا أئمتنا كبير وكثير، صلى الله عليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسامهم وعلى أجسادهم. مع الجروح والآلام والتضحيات في هذا الطريق، بالنتيجة هو هذا الطريق مو سهل، مو سهل، وأمتنا هم جندوا أنفسهم للألم من البداية. شاء الله أن يراني قتيلا من البداية، شاء الله أن يراهن سبايا، اجدد حيازيمك للموت فإن الموت من البداية، من البداية، ومجندين أنفسهم ومسلمين لله تعالى بكل شيء، وإن كلفهم ما كلفهم، وأعظم ما كلفهم كربلاء، أعظم ما كلفهم كربلاء اللي عبر عنها علي بن موسى الرضا، أذل عزيزنا، إن يوم الحسين أذل عزيزنا، هيك عبرني مرة، أذل عزيزنا، أقرح جفوننا، علي بن موسى الرضا يقول عن يوم كربلاء أقرح جفوننا، أذل عزيزنا. وهاي أعظم شيء قدم في كربلاء الحسين عليه السلام، وما توقف حتى على قتل الرجال، بل تعداه إلى سبي النساء، وهذا يشكل ألم على أهل البيت عليه السلام. الأمر تعدى حتى إلى سبي النساء وضرب النساء وشتم النساء وسب النساء في الواقع،
وهذا يشكل ألم على آل البيت عليهم السلام، وألم كبير جدا. ولهذا إمامنا زين العابدين كان يقول الشام الشام الشام، لأنه استقبلوا العائلة بالدفوف والطبول وغير ذلك في الواقع. وهكذا الحال بالكوفة، ذيك الامرأة اللي ضربت الحسين بحجر رأس الحسين، ما أفهم ذولا شنو، حقيقة ما أفهم ذولا شنو، رأس مقطوع على الرمح، الضربيه بحجارة ليش؟ حتى يكتبون تقرير ابن مرجانة فلانة ضربت رأس الحسين حصلها في الشيء. هي هاي؟ هاي كل ما في الأمر هو هذا. مثل املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة، املأ ركابي هو هذا، قتلت خير الناس أما وأبا. ابن مرجانة كان مزاجه ما مرتب، مبتلي بدم الحسين، ودم الحسين قام يفور وبدأ يشوف التبعات خطرة، وش راح يخلص ابن مرجانة؟ زين وصل له خبر يزيد بدأ يتبرى من كربلاء لأن شافه كبيرة ورطة، قام يقول ابن مرجانة عجل على الحسين فقتله، صار نيته يذبه براسه، بحيث ابن مرجانة قام يصعد المنبر يقولهم القرد يزيد هو الذي أمرني، هيك قام يحكي ذاك يذبح على رأس هذا، هذا بس لازم تخلصون منها، شافوه قضية كبيرة شورطهم. سيد زينب قالت لهم لن ترحب عنك عارة، سيد زينب قالت لهم ذهبتم بعارها وشنارها، أوه تورطت ورطة إلى يوم القيامة، وحتى بعد يوم القيامة دم الحسين راح يلاحق شورطكم، شجابكم على الحسين، شي قالت لهم ما راح تتخلصون من هذا الحار لا في الدنيا ولا في الآخرة، وصدق لاحقهم تحت كل حجر مدار ما خلاهم. فكان مزاجه مخربط، وهذا يقول له قتلت خير الناس، قال لهم قطعوا رأسه، قطعوا رأسه وخسر الدنيا والآخرة، والحسين فاز الدنيا والآخرة، والعاقبة للمتقين. بس أكو ألم، ابن مرجانة قام يريد يضرب زينب، قام واحد من جماعته مو خوفا على السيدة زينب، حبا بيزيد، حبا بابن مرجانة، قال له أمير لا تضربها، مرأة، المرأة لا تؤاخذ بكلامها، الكوفة متوترة، فمن تضربها خاف الناس تيجي علينا يا الناس بالقوة ترى لازم نفسها، أكو بركان بالكوفة بعد قتل الحسين، تركها. خوفا على ابن مرجانة دافع سيدة زينب، رجع هو ابن مرجانة، رجع ما ضربها، بكت زينب، ليش عم زين العابدين؟ قالت له والله يا عم هضيمة، هذا يريد يضربني وذاك الثاني يقوم يدافع عن ابن مرجانة بعد عزي ودلالي واخوتي الحسين والعباس وأهل بيتي، عم أنا مني أنا أبو فاضل أجيب يا بأجيب أجيب أجيب وراوي حال اخت الغريب يا ذا الغريب وقل الحرم طاحت مصيبة يا أبو فاضل مصيبة صدق مصيبة يا مصيبة 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 يا أبو فاضل مصيبة. بعد إيش قالت زينب؟ واجب يا أهل تدرون واجب علوياتكم بين الأجانب يا وسفة يا وسفة يا وسفة يا وسفة يا بعجزنا من البجي ونوم الخرايب يا محمد يا صنديد الحرايب خويا وقفوهن بسوق الكوفة كم ساعة يتفرج عليهن هذا وذاك كان نساء الأنصار موجودات ويا العائلة الهاشمية عشائرهن احتجوا وجوا لابن مرجانة قالوا له من قبل نسائنا تبقى بالضعن وتوقف بسوق الكوفة وتتفرج عليها الناس على أساس عدهم غيرة على نسوانهم ولا غيرة لهم على عرض رسول الله. ابن مرجانة استشار جماعته قالوا له انطي نسوانهم، قال لهم كل واحد عنده مره خلي ياخذه، عشيره الفلانيه اخذت نساءها، العلانيه اخذت نساءها، الضعن واقف بالسوق كل عشيره تجي تاخذ نسوانها.
زين العابدين يقول نظرت إلى عمتي زينب تنظر يمينا وشمالا يا بك من عشية إيرتها إجوغة ومن بياناتنا طبة وخذوغة. والله وصفة حقيقة يعني ألم هذا. كل من عشيرتها لفوق ومن بياناتنا طب وخذوق بس ظلت المذبوح اخوغ يا يابا بس ظلت المذبوح اخوغ زينب يا هلا تلاحقوه والله زينب 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 يا لا تلاحقوها. بعد ايش قالت؟ قالت من يرقى السبوق ويقطع البار ويوصل حي اهلي ويا الفجر لو طر. اهلي اهل صلاة فجر طبعا. لو صاح الأذان الله أكبر بين بيوت يقوم يتخطر بعد ويطر ديوان عبد المطلب طار وينادي وين حمزة وين جعفر. أهل الغيرة وين؟ أهل الحمية المروة. يا يابا وين حمزة وين جعفر ظلا بالبرار بنات حيدر. يا وسر يا بش صاير. بعد ايش قالت؟ وزين العابدين يسمع والجماعة ياخذون نسوانهم والعائلة بالسوق والاطفال يشوفن بعيونهن شلون تجي العشائر وتاخذ نساء بس بنات محمد ما حد لهن. صاحت صاير بهلا ولا لفولا وبين الاجانب ضيعونا ضيعونا والله ضيعونا يدرون بينا راح اخونا يعني ما عدنا والي ننخى ولاد شن يسمعونا يا اهل الحميه ما تجونا منيد العاد تخلصونا. عجل فرج امام زماننا يا الله، جعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا اشف مرضانا، يسر امورنا، اكفنا شر الاشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار. بمحمد واله الاطهار. مؤسسون تقبل مجلسهم، اوصله الى امام زمانهم، اكتبه في صحائف اعمالهم الى امواتهم، امواتكم، اموات شيعه امير المؤمنين.